في الحقيقة اش غادي نقول لك الواقعة الحقيقة سمعنا هذا الصباح أكفس خبر أكفس خبر خبر محزن وكما كتشوفوا حنا المغاربة دائما كنبغيو الأجر سواء في السراء وفي الضراء جينا نشوفوا الحالة ديال أسامة أسامة اللي دار كسيد هذا الصباح هذا واحد الكاميون اللي ضربوه هو والأصدق الصديق ديالو أسامة اللي كان غيطلو التحق بخميس زمامة أسامة اللاعب ديال دو تكوين أوروبي أسامة اللي كان كتمنى منه الخير وكان واحد كتمنى منه العائلة ديالو أنه يكون المستقبل وغادي يلعب أحسن الفرق في المغرب ولما لا المنتخب أسامة اللي كنتمناو ليه الشفاء العاجل كنتمناو ليه الشفاء وكنتمنى من جميع المغاربة كيف ما كانت الصفة ديالهم كيف ما كانت المحبة ديالهم للفريق سواء ودادي ولا رجاوي وكما كنشوفوا راه جاو بعض المسيرين ديال بعض الفرق بخصوص ديال الرجاء وجاو يشوفوا الحاله الصحيه ديال اسامه اللاعب ذو الاخلاق العاليه انسان بشوش بشهاده ديال الاصدقاء ديالو اسامه محبوب واسامه ما كيما كاع الصفات فيه مزيانين ولد الناس وكيستحق ان من الدعاء من المغاربه كيستحق من جميع المغاربه يدعيو معاه بخصوص الامهات باش يخرج من هاد الحاله الخطيره باش يخرج من هاد الازمه اللي هو في المستشفى طايح ليها كنتمنى باش يخرج يا ربي شافيه كنطلب غا الدعوات لانه الدقه مالي الدقه اللي صابين هما والديه هما العائله ديالو ما حنا ما علينا الا اننا جينا ونقولوها ونعاودوها ونطلبوا رسالة لجميع المغاربة أنه باش يدعوا مع هذا الشاب هذا لأنه ما بغيناهاش ليه وما كنبغيوها حتى شي مغربي كما كتعرفوا المغاربة مغاربة ديال التآزر وديال التضامن والمغاربة ديال الخير والمغاربة كيبغيو الخير لبعضياتهم كما قلتي هذا الشيء ما فيهش لا رجاء لا وداد يكون لعاب ديال الرجاء ولا محب ديال الرجاء ولا أي مغربي كيف ما كان الانتماء ديالو مشيو عندو نواسيوه وندعيو معاه لان الحب في القلب ولاد بلادنا دائما كنبغيو لهم الخير ويا ربي شافي ويا ربي شافي وكنتمنى وكنعاودها وكنكررها دعيو مع اسامه لانه ولد الناس كيستحق الدعوات ديالكم والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء انه باش يخرجوا من هاد المحنه باش يخرجوا من هاد الضرر اللي فيه يا ربي يرجعوا ويا ربي شافيه واجميع هذاك كما شفتوا كاع سواء المنابر الاعلاميه حضرات باش تعرف الصحه وفين وصلت الصحه ديال اسامه وشفتوا العديد من الجماهير العديد من الناس متضامنه وكتدعي مع اسامه وجات باش تشوف فين وصلت الحاله الحاجه ديالو وبخصوصا حتى انا جيت في هذا الوقت متاخر بغيت نشوف الحاله لانه سمعت عبر مواقع التواصل الحالة ديالو ولكن بغيت نشوف واش تحسنات الحالة ديالو كنتمنى يا ربي شافيه ويا ربي يخرجوا من هذا لا ما كاين حتى شي اخبار الحال كما سمعنا من قبل حاليا لحد الساعة الحالة اللي كانت عليها الصباح هي اللي كاينة الحالة جد جد كما كنقولوا قاصحة وقاصحة بزاف ولكن الله سبحانه وتعالى غادي نعاودها قادر على كل شيء شحال من واحد مشى تفقد دقات القلب مشات ليه التنفس مشى ليه ورجعوا شحال من واحد مشى في غيبوبه ورجعوا الله سبحانه وتعالى قادر باش يرجعوا لوالديه وقادر باش يرجعوا الميادين وقادر باش يديه ولكن رغم ذلك كنطلبوا الله كنطلبوا ليه الشفاء وكنطلبوا باش يرجع ها؟ بغيو نشوفوه في الميادين مرة أخرى. إن شاء الله القادر، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يا ربي شافيه، يا ربي يرجعوا الميادين، يا ربي يرجعوا لعائلته، ومرة أخرى كنطلب من جميع الناس، جميع المغاربة أنه يدعوا مع أسامة، لأنه ولد الناس وكيستحق كل شيء. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.